أهلا بكم يا أصدقائي مع أحد أدوار فيشر التاريخية ضد اللاعب الأمريكي روبن فاين. ولهذا الدور قصة، فهو أولا بافتتاح جنبيت إيفنس، وقد كان لفاين آراء بأن هذا الافتتاح ضعيف، ولكنه لم يستغرق أكثر من 17 نقلة أمام فيشر لكي يسلم الدور، وتأكد فاين أن إيفنس على حق. وقبل أن ننهي المقدمة، أريد أن أشير إلى أحد المهارات التكتيكية وهي الإبعاد. الوزير الأبيض كان في الجي 4 وذهب إلى السي 4، ورغم أنه غير محمي إلا أن الأسود لا يستطيع أخذه، بل أن الأسود عليه التسليم، فوزيره مطلوب، وإذا أخذ الوزير الأبيض يخسر فورا بأخذ الرخ بالتشيك، وبعد معاوات الأخذ يأخذ الرخ الأخرى بالتشيك ميت. بينما لو تراجع الوزير يفوز الأبيض برخ كاملة، والأسود لا يستطيع الأخذ وإلا رك إي إيت تشيك ميت. أيضا لا يستطيع الأسود الأخذ بالرخ وإلا يأخذ الرخ بالتشيك، وبعد الأخذ بالوزير يأخذه بالتشيك ميت. وهذا التكتيك استخدمه فيشر أكثر من مرة في هذا الدور من أجل إبعاد القطع السوداء عن المربعات الحرجة التي تحميها. وإذا أردت أن تعرف عن مثل هذه الأداة التكتيكية وأكثر، فيمكنك العودة إلى سلسلة الفيديوهات تحت عنوان موسوعة تكتيك الشطرنج، وقد وضعت الديسكريبشن بأسفل. أما بالنسبة للدور، فها هو الموقف الذي بدأ منه فيشر في عزف سيمفونيته الرائعة القصيرة. هيا نرى ونستمتع بفن فيشر الرائع. فيشر بالأبيض وبدأ E4 ورد فاين E5، نايت F3، نايت C6، بيشوب C4، بيشوب C5 الطابق الهادي. والأبيض يريد لعب D4، ولذلك بيلعب C3 ثم يقدم البيدة للأمام، ولكن إيفنس حل المشكلة B4. جنبيت إيفنس بيضحي ببيدة في سبيل إبعاد الفيل عن مراقبة المربع D4، والأسود لو تراجع بندخل في جنبيت إيفنس المرفوض، ولكن فاين أخذ إيفنس المقبول C3. دي النقلة اللي بيعتمد عليها إيفنس. البيدة بيتقدم بتيمبو على الفيل، وفي الفيديو السابق كاسباروف أناند تراجع بالفيل للE6، لكن فاين تراجع للA5، وده الخط الرئيسي. وفيشر نجح في لعب D4 طالب بيدة الE5، والأسود أخذ، والأبيض لا يستطيع الأخذ لأن البيدة مربوط على الملك، ولذلك قام بالتبييت. والأسود له اختيارين، الاختيار الأصح هو التراجع للB6، وبعد الأخذ يصبح للأسود بيدة زائد، ولكن الأبيض بيسيطر على الوسط، ولابد أن يلعب D6 لمنع الأبيض من تقديم E5، والدور متوازن. ولكن فايند استمر في أخذ البيادق، وبكده أصبح متفوق بثلاثة بيادق. وفيشر بدأ هجومه بكوين B3، بيعمل بطارية مع الفيل طالب F7، والأسود يستطيع حمايته إما بكوين F6، وحتكون نقلة ضعيفة لأن الأبيض حينجح في لعب E5 طالب الوزير كوين G6، وهنا حياخد البيدة، وأصبح الحصان لا يستطيع التعبئة على F6. والأبيض أيضا بيهدد بالبيشوب S3 ويمنع الملك من التبييت، والأبيض أفضل رغم تخلفه المادي، ولذلك حمل بيدة من E7. وفيشر كمل بأقص البيدة، والحصان في طريقه للمربع الهام D5 طالب الوزير. وأفضل نقلة للأسود
هي تكسير الفيل، ورغم انه هيستغنى عن ميزة زوج الافيال الا ان بعد كوين سي 3 طالب ب ده الجي 7 الاسود يستطيع حمايته بالاف 6 ولكن حذاري من حمايته بالنايت اف 6 لانها هتكون نقله سيئه، والابيض هيستطيع لعب البيشوب 3 طالب الوزير، وبعد دي 6 يلعب اي 5 والابيض في طريقه للفوز، فهو طالب الحصان وطالب البيدق، ولو اخذ البيدق هيفتح العمود اي ورك اي 1 هتكفله الفوز. على اي حال الاسود لا يستطيع الاخذ بالحصان والا هتكون نقله كارثيه، والابيض هياخد الحصان. الاسود لا يستطيع الاخذ لان البيدق مربوط بالفيل ولابد من الاخذ بالوزير، لكن الرك اي 1 هتنهي الموقف. اذا لا يستطيع الاخذ بالحصان ولابد من التحرك بالحصان المطلوب، وافضل مربع هو الاي 4 طالب الوزير، لكن الوزير بيتراجع في هدوء، ودلوقتي طالب البيدق وطالب الروك اي 1 ويفوز على الاقل بقطعه، وربما النقله الوحيده للاسود هي اقص البيدق، وهنا هيتم التكسير ولابد من الاخذ بالوزير، لكن هنا روك اي 1 هتنهي الموقف، والاسود لو اخذ الوزير هياخد بالفيل والحصان مازال مربوط، واف 3 هتنهي الموقف. اذا النايت اف 6 لا تصلح، ولابد للاسود من لعب الاف 6، وهنا الابيض هيكمل هجومه بنقله زي الاي 5 ويحاول يفتح العمود اي، لكن الاسود مازال متماسك. على اي حال فاين ما اخدش الحصان، انما كمل في التعبئه بنايت اف 6، ودي النقله الخاسره رغم انها بتبدو طبيعيه، لان الابيض بدا في تكثيف هجومه بالنايت دي 5 طالب الوزير وبيصوب على الحصان، وفاين اخد، وهنا اخد بالبيدق وتم فتح العمود اي، لكن حتى الان لا يستطيع الروك اي 1 لوجود الفيل، لكن الحصان مطلوب، واذا تراجع هتكون نقلة كارثية، لان الابيض هيلعب بيشوب 3 طالب الوزير، وهيتم التواصل بين الرخين، وبعد دي 6 هيلعب كوين بي 5 تشيك وهيفوز بقطعة، ولذلك الحصان لم يتراجع انما ذهب للاي 5، والابيض اخذ والاسود اخذ بالوزير طالب الرخ، لكن جاءت بيشوب بي 2 بيعبق الفيل بتنبو على الوزير وراء الجي 7، لكن الاهم تم الربط بين الرخين، وهيستطيع احدهم الوصول للاي 1 واستغلال العمود المفتوح على الملك، ودور الاسود اصبح سيء للغايه، والوزير ذهب للجي 5 بيحمي 3 مربعات، اولا المربع اي 3 من وصول الوزير بتشيك، ثانيا المربع دي 7 لان الابيض ايضا بيهدد بكوين 3 مع الروك اي 1 والمات على الدي 7، واخيرا بيحمي الجي 7 من الفيل، وهنا فيشر بدا خطته بنقله رائعه درجه الصعوبه 7. اتش 4 دي المهارة اللي اتكلمنا عليها، وهي مهارة الإبعاد عن حماية كل هذه المربعات، والوزير لو اتحرك إلى الـ H6 هتجي الكوين 3 طالب الفيل، والفيل لا يستطيع الابتعاد عن الوتر، وإلا روك إي 1 تشيك هتنهي الموقف، حتى إذا حمل فيل ليظل يحمي الـ إي 1 الابيض على استعداد بتضحية رخ على الاي 1، وبعد الاخذ هيجيء بالرخ بتشيك وطالب المات، ولا يمكن الدفاع عنها، ولذلك الاتش 6 لا تصلح،
واذا تراجع للجي 6 الابيض هيكمل بروك E1 تشيك، لابد ان ياخذ الرخ، والرخ الاخرى بتجيء بتشيك، والملك لابد ان يتحرك. وسواء ذهب للدي 8 او للاف 8 الابيض هيلعب كوين E3 طالب المات على الدي 7 وكذلك على الاي 8، والحل الوحيد هو الاف 6 وبيمنع الاي 8، لكن الاي 7 متاحة ولابد من الذهاب للجي 6. وهنا دي 6 تشيك، كش بالكش بالفيل، ولابد من التغطية بالوزير، والابيض لن يأخذ الوزير انما هيأخذ الملك بمات، وبالطبع الوزير لا يستطيع الاخذ لانه مربوط. اذا الجي 6 ايضا لا تصلح، ويتبقى الجي 4، لكن هنا بنفس السيناريو روك E1 تشيك، بيشوب E1، روك E1 تشيك، كينج G8، كوين E3 طالب المات، ولابد للوزير من أخذ البيدق لتغطية الدي 7، لكن هنا هتجيء نقلة أخرى رائعة، درجة الصعوبة 7. جسري مرة أخرى تكتيك الإبعاد، الوزير لازم يبتعد عن مراقبة المربع دي 7 ولا يوجد لديه أي مربع آمن، ولابد أن يضحي بالوزير من أجل فقط تأجيل المات. إذن الأسود لا يستطيع أخذ الرخ، وربما الأفضل الاحتفاظ بالفيل والتحرك بالملك للدي 8، وفيشر هيكمل كالمعتاد بكوين E3 طالب المات، لكن الفيل يستطيع التدخل من البي 4 بيحمي المربع، وهنا فيشر عنده نقلة مستحيلة درجة الصعوبة 10. فيشر هيضحي بالوزير طالب الكوين F6 تشيك، والاسود لو اخد هياخد بالفيل بتشيك ميت، ولذلك لابد من الاخذ، والاسود لن ياخذ الرخ انما هيكتفي بالبيشوب F6 تشيك، لكن هنا مره اخرى الفيل هيتدخل ويغطي، والابيض هياخد الفيل بتشيك، كينج E8 بيشوب G5 بيكشف كش للملك اللي ليس له غير الذهاب للاف 8، والفيل بياخد البيدق بتشيك، والملك اذا اتحرك الروك E8 تشيك ميت، ولذلك لابد ان يغطي بالوزير. لاحظ ان الابيض مضحي وزيره، ولذلك اذا اخد وزير الاسود هيكون متعادل ماديا، ولكنه مصمم على اعطاء كش مات بنقلة اخرى ساحرة درجة الصعوبة 8. الابيض هيكمل روك E8 تشيك، بيضحي ايضا برخ، ودي ايضا مهارة الابعاد، الملك لابد ان ياخذ الرخ ويترك الوزير اللي هياخده طالب الرخ، وسواء الاسود ترك الرخ او اتحرك بيه هيعطي المات في نقلتين بروك E1 تشيك، كينج G8 بيشوب F6 تشيك ميت. إذن الكوين G4 في كل التفريعات بتخسر، ولذلك فاين أخد البيدق ومازال بيراقب الدي 7، لكن تخلى عن الجي 7، وفيشر أخد البيدق طالب الرخ اللي ذهب للجي، وهنا بدأت الدايرة الجهنمية بروك E1 تشيك، وفاين لو أخد الرخ هيجيء بالرخ الأخرى بتشيك زي ما رأينا في التفريعات السابقة، ولذلك ذهب بالملك الدي 8، وهنا جاءت النقلة اللي أدخلت الدور التاريخ درجة الصعوبة 10. فيشر لعب نقلته الخالدة كوين G3، دي أيضا مهارة الإبعاد، الوزير مطلوب ولا يستطيع التحرك،
فمثلا لو اخد الوزير هتجي البيشوب اف 6 شيك ميت، ولذلك فاين سلم. بعد دور مليء بالتكوينات واللمسات التكتيكية الرائعة، ولا سيما مهارة الإبعاد. أرجو أن تكونوا قد سعدتم برؤية هذا الدور وتعلمتم الكثير من المهارات التكتيكية، وإلى اللقاء. وإذا أعجبك هذا الفيديو من فضلك سجل إعجابك واشترك في القناة وشارك بتعليقاتك.